الخير، نحييكم متابعينا واهلا وسهلا بكم فقرتنا الصباحيه الابراج من الحمل حتى الحوت، توقع صباحيه. اهلا بكم متابعينا، في طبعا اكيد راح تكون موجز صباحي لاهم حركه الافلاك ومدى تاثيرها على جميع الافلاك من خلال هذه الخارطه الصباحيه او القراءه السريعه. متابعينا الكرام، طبعا ربما احنا تحدثنا امس واول امس او ال 48 ساعه اللي مضت عن حركة الأفلاك ومدى تأثيرها على جميع الأبراج، وكانت طاقات نارية بامتياز كبرى أثرت وتأثرت بطبعا حركة أو المربع اللي كان من طرف مولود الثور. لذلك اليوم الأمور تختلف جملة وتفصيلة عن الفترات اللي مضت أو اللي سبقت ل 48 ساعة. اليوم طاقات ترابية بامتياز، يدخل القمر متابعينا الكرام مقترن وتارك المريخ في طبعا الأسد إلى العذراء متجه، وهذا ما يعطي طبعا أمور إيجابية هي الأخرى من تلقاء الثور اللي عامل زاوية جدا ممتازة أورانوس، وأيضا ما ننسى المشتري ثم عطارد المرتفع في دورة أخرى جديدة. لكن اليوم الحظوظ مغايرة تماما، وربما نشهد تفاصيل جدا إيجابية اليوم على صعيد الأرض. نحن دائما نتحدث عن التراب، كل ما له كل ما كانت النوازل الإيجابية وتخص جوانب التراب أو ما يخص الأبراج الترابية، هذا يعني أنه حدث على الأرض يحدث، أو ربما هنالك شيء للأرض. تمام، وبما أنه أورانوس هو كوكب مفاجآت وهو الآخر متصل اتصال جدا إيجابي في مولود الثور الترابي، ماذا يعني؟ هنالك مفاجآت، ولا من هذه المفاجآت؟ طبعا راح تكون هي إلى مولود الثور بالدرجة الأولى، ثم لمولود العذراء اللي أخذ الطاقة الإيجابية أو ربما هذه المفاجأة من مولود الثور. لذلك تشهد هذه الحركات أو تشهد 48 ساعة القادمة مواليد العذراء، العذراء ربما كان على غير أو خير ما يرام، لكن اليوم نقول لك الحمد لله على السلامة، طاقات ممتازة قد تعبر إلى الضفة الأخرى من بعد ربما كنت قلق وجل، كانت هناك تصرفات أو ربما كانت ربما أمور نقد معينة، نقد بناء، يعني أنا شلون أعتب عليك وربما أصنفك بطريقة معينة على حسب حدث أو شيء. هسه اليوم الطاقات راح تكون متابعينا الكرام جدا ممتازة للأبراج الترابية، و خلينا نخص العذراء تحديدا كونها هي اليوم العروس، خلينا نسميها اليوم هي العروس لأنه الفرح عندها. لذلك القمر اقترن وعطارد ارتفع في محلات أيضا ترابية، لذلك اليوم لمواليد ونساء العذراء ثم رجال العذراء راح يكون طبعا أمور جدا مهمة تخص جني المال، أو قد تخص عودة غريب، أو قد تخص عودة قضية كانت مدرجة أو ربما سكرت الأمور، لكن اليوم راح يعني تعاد القضية أو يعود الحق إلى أصحابه، هو عودة حق اليوم. تمام، أنا ممكن يعني أتمنى أنه أعرج على جميع الأبراج لحتى أتحدث عنها، لكن أكيد الوقت ما يسعنا متابعينا الكرام على اعتبار أنه في مساحة محددة لاتصالاتكم ومشاركاتكم، من خلالها راح نعرف اليوم ما هي الأشياء اللي ممكن نسيطر عليها. خليني فقط أذكر قضية أخرى متابعينا قبل لا أنتقل اتصالاتكم ومشاركاتكم، أنه نفس أورانوس اللي احنا تحدثنا عنه في الثور عامل زاوية، وهذه الزاوية كلش مهمة من طرف أو جانب طبعا بلوتو الهوائي أي في الدلو، اللي يعطي ربما نقول الحمد لله على السلامة شوكت لمواليد الميزان. الميزان ربما يكون يوم 30 هو يوم مفصلي في حياة الميزان، العقرب عليه الحذر اليوم مباشر، بس عندك يا عقرب ممكن أنه تتحرك. ليش؟ ما نذكر كل التفاصيل الأبراج، نذكر فقط الأبراج اليوم اللي متأثرة طبعا من تلقاء هذه الطاقات أو اللي إلها علاقات واتصالات بهذه الطاقات. إذا العقرب يوم 29-30 عليك التوقف 48 ساعة أي على أي عمل، لأن هناك مقابلات وقد تكون هذه المقابلات يعني تضرك. لكن الميزان الأبراج الهوائية والجوزاء هي على الأغلب من راح تكون بخير ما يرام، أيضا ما ننسى الدلو هو الآخر اللي يعطي الحظوظ الكبرى لهذه الأبراج. متابعينا كانت قراءة سريعة لأهم حدث الأفلاك، طبعا الجديد هو الآخر محلق بفعل الأفلاك والخارطة الفلكية الإيجابية اليوم اللي تنم على أنه أنت ماضي إلى توقيع أوراق، أو ربما هناك أوراق مهمة الآن أصبحت في يدك أو أصبحت في
يعني جعبتك عموما. يلا أروح لاتصالاتكم ومشاركاتكم متابعينا الكرام حتى نعرف اليوم مواليد العذراء والأبراج الترابية شنو وش عدها وشون تتصرف. يلا نشوف أول ألو معانا. ألو ألو، مرحبا مرحبا، يسعد صباحكم. طيب إلى أن تجهز اتصالاتنا متابعينا الكرام نحكي ولا في اتصال هاتفي آخر. ألو ألو، يسعد صباحكم. مرحبا، صباح العافية حبيبتي الغالية. منو معانا؟ أنا سيدرا حبيبتي. عفوا؟ سيدرا. أنا سيدرا، شلون الصحة؟ الحمد لله زين، حياتي انت شلون؟ يا رب تكونين بخير، أنا تمام إذا أسمع أخباركم الطيبة. تسلمي حبيبتي، والله طيب. على آخر الصبح حصلتك. حبيبتي يلا حياك الله، سعيدين يوم سمع صوتك. شوية خابصت انت كنت تحكي وانا كنت على انتظار اخر رصيد وبعدين انقطع. اوف 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 اوف، يلا نعوضك اليوم يا سيدرا، نعوضك تمام. حبيبتي بس انا اسالك عن ثلاث ابرات الله يخليك، اذا انقطع كملي لي اتابعك. تمام اول شيء اريد اسالك عن العذراء، عين ابن مين؟ طيب على العذراء ايه، وهاي المفقود قلتي لي احكي معي عن اخبار صايره شو ما صاير، بس احكي لي. طيب عن العذراء والمفقود انا ما اعرف عن اي فقد تتحدث خطيه سيدرا، كانت على الانتظار ربما احنا كنا نتحدث عن الخارطه الفلكيه. نعتذر منك يا سيدرا، ما نعرف عن العذراء شنو حابه تعرفين، لكن على الجو راح اذكر وانا يمكن قبل قليل يا سيدرا وراح ارجع حتى اعيد انه احنا شنو كنا نتحدث عن مواليد العذراء او نساء العذراء، اذا كانت هذه القراءه لك فاللي نساء العذراء اليوم طبعا تشافي، اليوم هي حالات تشافي أو حالات تعافي أو ربما تغيير نوع علاج كان تأخذينه بطرق خاطئة. شلون عرفتي هذا يا ميس؟ أنه زحل في البيت 12، هذا هو ربما إذا يعني اقترب القمر أو ربما كانت أكو مساحات لهذه النوازل اليوم نتحدث عنها، ما يؤشر طبعا على خطأ، شيء خطأ كنت تأخذينه ربما يكون هذا هو الخلل. اليوم عليك أنه ترك هذا العلاج أو على الأقل أنه تذهبين لفحص أو تعملين شيك آخر حتى نعرف شنو هو هذا الموضوع، أو ربما تكونين قد كانت طاقات تشافي خلاص تمنعته. بالعموم هذا ما أقدر أقول لك إياه للعذراء، وأخذ حق عودة حق 48 ساعة القادمة عودة حق. وأيضا هنالك خبر مفاجئ لنساء العذراء، أورانوس في مولود الثور في أعلى نقطة. ماذا يعني هذا الموضوع؟ هذا يعني كسب حق وعودة حق مسلوب أو ربما انتظار غائب طال انتظاره. تمام؟ ماذا يعني؟ يعني الروح إلى شهر العاشر ممكن تسمعين أخبار طيبة عن هذا المولود. طيب تمام يلا روح لي. ألو آخر. ألو ألو، صباح الخير يا عسل. يما أنت العسل وشهد العسل، خليني أحزر نور يا بعد روحي. شلونك ميس؟ نوره البصراويه، وينك يا نوره؟ شلونك ميس؟ قليباتي والله، شو اخبارك نور؟ والله مشتاقه لك، ما دام اسمع صوتك انا بخير. سديت قلبك اني حبايب والله نوره، تدرين عن جد والله يعني حتى ما يزعلهم كل متابعيني، كل البنات، كل يعني الحبايب المنا ومنا، ما راح اقول لك نكهه خاصه بس اقول انت حكاكه الجدر. شايفه شلون؟ هاي القيمة. وعلى فكرة كل شيء حبانا ناكل بالحكاكة مال الجدر. اي نورا وانا اخبارك؟ والله الحمد لله اسمي. لا بس ما انا احس انه انت زينة، احساسي يقول. ما دام حصلتيش طبعا زينة. يوم فديتهم انا البنات 10 واقول قليلات. يلا نورا شو سالفة؟ حبيبتي. اسمي بدي اسال عن 15/11/89. طيب 15/11/89. خليش بس معايا انه بس حتى نعرف اي وجه راح يكون لمولد العقرب او الدرجه. هذا 81 89 89. طيب تمام. اسمه محمود ابن حليمه. ابن حليمه. نعم يلا. طيب شو راح تسالين عنه حبيبتي؟ ميس عنده مشكلة، يعني هو طايح بين نارين، بين نار مرته وأمه، يعني ست ميس الأوضاع حيل متوترة، يعني راح تخلص هالمشكلة على خير، راح يطلع من البيت، يعني شنو راح يصير؟ وأيضا وضعه الصحي متدهور. شوفي باقي نورة، طبعا رجال العقرب أو خلينا نقول برج العقرب بصورة عامة،
لليومين او الثلاث ايام. طبعا هسه هذن اللي راحن مر بمشاكل كانت جدا صعبه عليه، كان كلش خانق مختنق جدا مولود العقرب، مر بظروف صعبه، مر بمشاكل العقرب معايا؟ نعم ست ميس صحيح. فكانت كانت طاقه واقف على رجليه على قدم وساق، وما ننسى وضع صحي ايضا عنده خطيه، وضع الصحي متراجع تمام؟ نعم. ف طاقه صلح، شوفي هي طاقة صلح بس إذا يسمع من عندي أكو يومين بس، يعني اليومين اللي راح نقول اليوم وباشر 29 و30 أبدا لا يعمل بها أي شيء، لأن طاقات مشاكل تكبر بطريقة غير اعتيادية. ست ميس هي والدته يعني تشك بمرته، فهل شكها بمحل أم هو اتهام باطل؟ طبعا باطل أكيد. تدرين ليش؟ نعم. لأنه رجل العقرب يتعرض لتشويه سمعة إذا كان إله، إذا كان لأهل بيته وعياله، وأنا يمكن ذكرت هذا الموضوع تدرين نش وقت؟ يمكن بالحلقات اللي مضت، لأن في مواجهات، وهذه المواجهات قد تودي رجال العقرب أو نساء العقرب أو يعني بما يخص الطرفين إلى تشويه بسمعة أو إلى كلام قيل وقال مو بحقهم، مو صحيح، فقط تشويه سمعة مو أكثر. فإذا إذا 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 يسمع من عندي وتحاولين تنصحينه تقولي له اليوم وباكر، إذا قدر يحل النزاع كان موضوع أفضل، لكن إذا انتظر إلى يوم 29 و30 أبدا ما راح يفلح الموضوع، راح تتعقد الأمور. إذا أربعة أيام خلي يحاول أنه يعديها، لأنه مو مصلحته أبدا، ما أعتقد بيومين يقدر يعني يساوي هذه المصالحات، ما أعتقد. ست ميس هي أمه تريده يطلع من البيت، فراح يطلع راح تظل المشاكل مستمرة، الوضع كلش متشنج. إي جدا ولسه في وضع هذا المولود يدخل مستشفى، يعني تتخربط احواله ويكون في مستشفى. نعم. لاحظي هذا خطيه كلش، وضع النفسي جدا متازم وحالته كلش يعني باعي، وينخاف عليه، ينخاف عليه من مسائل، ينخاف عليه من مسائل القلب تمام؟ نعم. يعني ينخاف عليه من شيء يخص القلب، فانتبهوا عليه. نعم. لانه جدا جدا بحاله خطره هذا المولود، يعني للامانه تقال. نعم. تمام؟ يعني ما راح تنحل المشاكل بين امه ومرته؟ هذه الفترة لا، لكن شوفي بداية الشهر القادم تتساوى الامور. تمام؟ الله يسمع منك. ان شاء الله بداية الشهر الثاني راح تنحل هذه الامور. ست ميس مو هي يعني ليش تهمتها؟ يعني فتشافت اشياء واتهمتها. يعني شوفي نورة احنا على الهواء مباشرة، انا ما يحق لي اتهم اعراض عالم، يعني الان القضية كلها واضحة قدامي ترى، شوفوا للامانة يا نورة كل القضية واضحة قدامي. بس ما يمنع انه يكون العقرب يتعرض لتشهير او لسوء سمعة، كل الاحوال هو متعرض لهذه التفاصيل. اما انه ادخل بتفاصيل واحكينك عن اعراض ناس وعن بخت سيدة، هذا الموضوع بالمطلق ما اقدر ان اتحمل ذمته او الوضع اللي هي به. كل إنسان إلى ظرفه، ما نعرف شو هو الظرف اللي دفع هذه الإنسان أن يتصرف بهذه الطريقة، رغم أنه هو سلوك سيء أنا ما أشجع عليه، بس تبقى هذه أمانات وأعراض ناس بالمطلق ما نقدر أنه نتطرق أو ممكن أنه نأخذ ذنبهم. واضح معايا يا نورة من الألف للياء همينة تمام؟ يلا الله إن شاء الله يصلح ذات البين والحال، بس العقرب خطية والله، هاي الأربع أيام هذا مو من حياته، هذا عليه الانتباه، لأن يعني بصراحة في طاقة خطر خصوصا 29 و30 علي الحذر، مولود العقرب، رجل العقرب خصوصا، كل شيء ما يسوي يسد حلقه ويقعد ليومين هادئ كأنها تدرين شلون، كأنها عطلة إله ربيعية، يهدى بلا تصعيد. يلا عموما خير إن شاء الله. يلا نروح إلى ألو آخر. ألو ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، مرحبا. أخبارك؟ إن شاء الله مرتاحة. يخليك يا ربي، منو أنا؟ أني أم حسين. أم حسوني. من أصدقاء البرنامج. يا هلا خي أم حسوني، وينك شخبارك؟ قلبك. حبيبتي. الحمد لله على الله، كيشانك؟ والله أنا أسمع أخباركم أصير بخير. شنو هالجمال اللي يوم منورة. فدوى لقلبك. بعد ما أدري هذا يا لون تفاحي، ما أعرف بداية الربيع النص الثاني. والله هو بس كلش عارف أحد بقالي صراحة. فدوى لقلبك حبيبتي أم حسوني، والله إنك ذوق، والله إنك ذوق ورقي بعد همينة، مشكورة على ذوقك حبيبتي. أنت الأحسن. يسلم فدوى، فدوى لقلبك. عندنا 1/12 طيب 2004.
تمام. 1/12 خليش بس معايا. 2/14 اي برج القوس. اي هو القوس بس بدي اعرف الدرجه ايش قد ثاني. نعم. تمام. ويساوي الدرجه راح تكون ويساوي طيب مشتري عنده. زين. بنت هي. بنتك اللي هي؟ سجا بالسكينه. بنت سكينه. طيب. أي. شو راح تسالين عنها يا مو حسوني؟ يعني عن حياتها، عن يعني مسيرتها، مستقبلها، عن كل شيء، شنو اللي يطلع. طيب هي ايش قد عمرها؟ اوه فقدنا الاتصال. طيب ام حسوني، اولا انا ما عرفت العمر، واذا كان فقط عن الحياه يا حياه تقصدين، لانه احنا نعرف القمر منازل، فكل منزله لها دور. تمام، فاريد نحدد بالضبط انت شو تريد تعرفين. لكن للامانه فيما يخص القوس، القوس كان مثقل. شوفوا في نساء شايله هم، وفي نساء قسم اخر عندها مواليد حمل، كل المسائل مع طبعا قمر والشمس اللي حاكم بيت الأسد، اللي كانت هناك تربيعات، وكانت هناك زاوية من 4 أفلاك مع الثور، كانت إيش تعطي للقوس؟ كانت تعطي مسائل ثقل، ثقل جدا كبير. في أشخاص أرباب الأقلام، والأشخاص اللي يعني يعنون في مسائل دولة أو في مسائل مفاصل مجتمعية مهمة، عليهم تثقل طبعا العمل او تثقل المسؤوليات، ومنهم من طبعا حسب البصمه. هاي شنو ما يصير كلهم، اي هي حسب البصمه وحسب الخارطه الفلكيه، حسب ساعه الولاده، كل شيء له وجهه نظر معينه. فمنهم من كانت مثقله بهموم وبتعب، ومنها من كانت مثقله بمال من جانب اورانوس في الثور اللي يعطيها مفاجات ماليه، او قد يعطيها شيء كان ضائع وبعدين يرجع. هذا فيما يخص. ومنهم من النساء اللي كانت ناطرة بيبي ومواليد، وكانت هي الآن متعبة بسبب فترات الحمل. فهو تعب، لكن تعب بألوان، كل قوس وإلى شكله وإلى وضعه. والقضية الأخرى اللي راح يكون أوت، اللي هو مثلا ناطر مثلا إقامة أو ناطر شيء في بلد معين، هذا هو هذا أو هذه هي التفاصيل اللي ممكن يحصل عليها أو تحصل عليها رجال ونساء القوس. تمام، بس اذا تسالين على القادم، القادم بفعل المشتري، المشتري باعلى نقطه مع عطارد المرتفع، يعطي للقوس نجاحات ولا اروع. تمام، ما سالتيني هل هناك قران او زواج، لاني ما عرفت البنت متزوجه او غير متزوجه، ويظهر معي طبعا غير متزوجه. تمام، يلا نروح معنا الى الو اخر. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام، يسعد صباحكم حبيبتي. لا صدق احنا رقية بس منتهى على مود الدراسة، ثالث تطبيقي. رقية أول مرة تتصلينا؟ إي حبيبتي أول مرة. يلا رقية بس منتهى. حياك الله. رقية من وين تتصلينا؟ أي محافظة؟ من بغداد. حياك الله، أهلا وسهلا بأهل بغداد. من وين؟ أي منطقة بغداد رقية؟ في الغزالية. حي الله الغزالية. يلا رقية. مخصص الدراسة سادس تطبيقي. منو انتي؟ لا بنتي. ها بنتك ما شاء الله، ايش قد عمرها؟ 19 سنة بس سادس اعدادي تطبيقي. يلا تطبيقي. زين. بنتي احلى رحمة يصلحهم على والدي. يلا شنو تاريخ ميلادها؟ خلينا نعرف برجها. 1900 شهر 2004 شهر الثاني. اي ايش قد بالثاني؟ 3. طيب 3 اللي هو الدلو طبعا. تمام، شوفي ست رقية حبيبتي. يعني شنو اسمها هي؟ رقية بنت منتهى. بنت منتهى، تمام، نوبة منتهى. طيب يلا شوفي، لهذه المولودة أو لهذه الخارطة الفلكية الآن اللي تحكين عنها، طبعا يعني بلوتو في الدلو كوكب جدا صعب، مما يعطي أنه هي مرت بظروف صعبة جدا، اولا دراسيه وبعدين مرضيه او صحيه، او كانت خايفه من شيء جدا قلقه هذه المولوده. اي صحيح. تمام، مع شوفوا معاها مسائل دوار، عدم توازن، تحسيها لايعه روحها، تحسيها تعبانه دائما، تعب شديد. اي صحيح، تتعب بالدراسه هوايه. اها هذا ياثر على الوضع النفسي. هسه احنا حتى انت سالتيني عن الدراسه، لكن واضح الوضع النفسي جدا معاها، لذلك ظهرت معي هذه التفاصيل. اولا يعني تنتحن السادس باعي. اولا هي خايفه من 3 مواد، يعني كانوا 4 لكن الان اصبحت 3. تمام، اي تمام صح.
اي اسمع اسمع صح حبيبتي صحيح ست منتهى؟ اي صحيح صحيح عمرو. تمام شوفي هذه تعبر يعني تنجح لكن تعبر من الدور الثاني. وقد يكون عندها وضع صحي اسمعي، وقد يكون عندها وضع صحي وقت الدراسة وتأجل، مو شرط تكون مكملة، لا لا ابدا ابدا مو شرط، لكن الواضح انه عندها خطية وضع صحي، وهذا الوضع الصحي جدا واضح معاها، يعني قد تكون بسبب الوضع الصحي راح تأجل شيء، لكن يظهر معاها مسائل تأجيل، لأنه إذا قارنا وجود أورانوس في الثور في أعلى نقطة من جهة كوكب صعب وبلوتو في بيتها، تمام؟ لذلك يعطيها مفاجأة، قد تكون هذه المفاجأة هي شنو؟ التأجيل، ونفس المفاجأة ممكن يكون النجاح. طيب إذا هي ناجحة لكن من الدور الثاني بفعل شنو؟ بفعل تأجيل شيء، يعني يظهر معها شيء مؤجل أو ربما تكون مفاجأة، قد تكون في قاعة الامتحان وتتخربط. واضح هذا الموضوع؟ تذكر الكلام، إذا حصل هذا الموضوع اتصلي بينا بلغينا لحتى فهمت شنو ممكن أنه تسويه. طيب يلا روح إلى ألو آخر. ألو 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 يسعد صباحكم. ألو مرحبا. ألو صباح الخير حبيبتي، صباح العافية عمري. أنت شلون؟ قلبي الغالية فدوى العين. شنو معانا؟ أم حسن من النجف. أم حسن أول مرة تتصلينا؟ لا هاي ما كنت تقريبا. يلا حي الله النجف وهلها، شلون شو محسوني؟ قلبي أنت ما حبيبتي ما تنسينا من الدعاء حبيبة. قلبي أنت إن شاء الله. فدوى العينك. بدون زحمة على فراس، بس كل ما يقطع الاتصال. لا. وداعت أمه. والله وداعت أمه ما يقطع الاتصال، مو هو خطية، والله حبابين ترى حبابين حبابين بالكنترول، لكن أحيانا تدري شنو؟ عندي برج العقرب 30/10. العقرب؟ إي. 30/10 صح آخر. وجه. تمام. حسن ابن أحلام. أحلام، إيش قد عمره؟ 30/10 ما أعرف والله عمره. يعني إيش قد عمره؟ 10/5 إيش قد عمره؟ 24 تقريب. مواليد 1999. أها شاب ما شاء الله. أي. طيب شو تسألين عنه حبيبتي محسوني؟ ولادته بالتسعة الصبح. آه 9 صباحا. تتميز شال قلبه أبد لا كلام لا هذا. وهو عنده سكر مريض. باي. أنا أول المسائل اللي بدت عندي مريض، يعني ظهر عنده تراجع في الوضع الصحي، تمام؟ نعم. أولاً هي ساعة الولادة، طبعاً هي ساعة الولادة، هذا هسه هو أنت تقولين مواليد 99، 99 هذا بال30 من عمره راح تشوفينه، شوفي، هذا يمشي مع جماعات أو مع أشخاص أو اكو موضوع أنت تعرفينه. مو ما أريد أقول أنا على الهواء هذا تحريض. ما ياخذ كلام أبو ولا ياخذ كلامي لا هاي أبد والله سميت والله الأرنشال أقلوب. خي ساعة الولادة هي اللي مأثرة وموضوع آخر في أشخاص شوفي يعني الدين على عيننا وراسنا، الدين على عيننا وراسنا. شوفي هذا رايح إلى طريق تصوف، إلى تدين أكثر، إلى أشخاص يحجون هواية بالدين أو يحجون بس إحنا مو على الدين نحكي، نحكي على الطريقة اللي توصل بطريقة غلط. فهذا الشخص صحيح كل تصرفه غلط. صحيح كلامي؟ صحيح كل تصرفه غلط. يعني انت كلامي جدا تمام منطقي صح؟ صحيح كلامك. والله يا اخي الله يعينك، يعني هسه احنا هنا شو ممكن انه يعني نتصرف وياه؟ يعني ماكو شيء حل او شيء اسوي له. اي اكو حل. اي والله الله يعطيك العافيه، ادعي لك الامام علي. فدوى العينك يطول عمرك امانه والله امانه امانه عليك. رحم الله والدك الله يعطيك العافيه ويحفظك الجهل بتابعه قلبك. عيني. باي. اولا سوره الكهف. نعم. وذا النون. نعم. اذا ذهب الى ربه مغاضبا فقال. ايه. تمام؟ انت زينه بالقران. نعم. زينه؟ اي اي نعم زينه. ايه. حبيبتي الكهف وذا النون. ايه. وله ما سكن في الليل والنهار. حفظيهن. ارجع الحلقه ارجع الحلقه. عاشتي لك، ارجعي للفيديو مالتي ورجعيهم وافهمي، هذول كلهم يسكنون ويهدئون الطبع. تمام؟ يعني طبعا هو الاولى يكتب على شيء لفراشه، يكتب على شيء، انت الاولى اذا عندك امكانيه، يعني انتم ما شاء الله الصاغه يمكم هوايه، فممكن تكتبيها على معدن. ان شاء الله. على معدن لحتى تكون مدة أطول، تمام؟ وتضعيها وين؟ تحت الوسادة، تحت الوسادة في نومة، تمام؟ راح يهدأ كثير، يسمع كلام هواية، ويكون جداً لا مو سحر،
بطلونا لا سلكم غير سالفه، مواقع التواصل راح ندري. هذا اسمها ارقام واسمها مسائل. مثلا انا اشرح لكم شيء سريع جدا، باعوا. اولا المعدن، معدن هو معدن كوكبه. ما اخذ اتصال ابدا، لازم افسر. معدن كوكبه اللي هو في الفضاء، تمام؟ فالمعادن اللي راح تاخذ من الفضاء اللي نازله بالمجره وين؟ يربط مع المعادن اللي في جسمه. شو يسوي؟ يغير الطبع اللي عنده، يهيج. الارقام والاسماء الموجوده في هذه الايات اذا ربطتوها على هذه المعادن ربط الحظ وربط الطاقه عنده. هذا ينفع ايضا لمن؟ للمتزوجين المختلفين، للاشخاص اللي مؤذين جدا حتى تثبت لهم الفولتيه، يعني الكهرباء عنده عاليه. حبايبي بمواقع التواصل، يلا يلا روح لي. الو اخر، الو الو، يلا والله. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام. انا غدير من الناصريه. عفوا، غدير من الناصريه. غدوره شلونك، اخبارك؟ والله الحمد لله، في ما تصبيت انقطع الاتصال. يا قليبي انت وينك؟ ماكو. اي والله، مواليده 95 8 10 10 8 العفو. خليش معايا ثانيه. انت 10 8 اي، تمام. الاسد، اي الاسد، بدنا نعرف الدرجه انت. اي طيب، غدير بنت حكيمه. حكيمه، طيب ماشي غدوره، شو تسالينا؟ اي على الوظيفه، في الوظيفه والله يعني طالعه روح من الوضع. وظيفه؟ اي مهندس. اي والله. طيب انت خريجه ولا شنو؟ اي والله خريجه هندسه، بس يعني صار لي 6 سنوات تقريبا قاعده وما عندي وظيفه. عن الامل. يعني هي هاي المشكله، انه احنا نضيع عمرنا وعمر اولادنا وابنائنا في الدراسه، والنتيجه راح ناخذ الشهاده نعلقها بالاستقبال، لو بغرفه النوم لو بالمطبخ. اقصى شيء ان المره بالمطبخ ما راح تسوي شيء غير انه تطبخ وتاكل. تمام، شوفي حبيبتي، مولود الاسد ونساء الاسد تحديدا يا غدوره، طبعا غدير وحكيمه، ما شاء الله على طاقه الاسم جدا حلوه. تشهدين يا غدوره ان شاء الله. شخص نحيف، قصير، متوسط يعني عبر الأربعين من عمره، ما أدري، وهذا يضع حقيبة تحت أبطة، دائما شايل حقيبة، معقب، شيء يساعد بهذا الموضوع. هذا الشخص راح يساعدك في إيجاد عمل، يعني عمل بالمجان، بعدين يتطور هذا الموضوع، لأن نساء الأسد الحظوظ عندكم ولا أروع هذه الفترات. تمام؟ طيب يلا روحي لألو آخر. ألو 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 الو، مساء الخير سميث. عيني مساء الخيرات، مرحبا. الله يخليك تسلمين. انا بس حبيت اعرف توافق بيني وبين شخص ما يخالف. طيب من عيوني، منو معانا؟ معاكي اياد من شارع فلسطين. عفوا؟ اياد؟ اياد؟ نعم. ابن؟ ابن نجلة. نجمة؟ نجلة. نجلة. نعم. نجلة. يلا نجلة. تمام يا أخ أياد، من وين تتصلنا؟ بغداد شارع فلسطين. حياك الله، حي الله أهل بغداد. طيب يلا أخ أياد، اللي أي برج وأي برج؟ برج الحمل والحوت. الحمل والحوت. الشخص الثاني أقدر أعطي اسمه لو؟ طيب هسه أنا بس خليني أعرف، الحمل هو أنت؟ نعم. والحوت سيدة ولا رجل؟ سيدة. سيدة، تمام. 19/3. طيب يلا، حاب تعرف توافق، مثلا خلينا نقول مثلا توافق زوجي ولا توافق عمل ولا توافق علاقة، ايش تحديدا حتى يعني؟ علاقة، علاقة يعني بيني وبين الشخص. طيب اوكي، اول 19. طيب اول المسائل اللي بادية معاك يا اخ اياد، طبعا هو احنا ما نسميها مشاكل، لكن اختلاف وجهات نظر جدا واضحة بينك وبين هذا الشخص. صح. تمام، ولا نقول عناد، ما نقول عناد، لانه شوف والله نساء الحوت ما في احلى منهم، نساء الحوت ما في، يعني انا اللي اتمنى تكون زوجه فتكون من سيده الحوت معدله، تمام؟ بس الحمل مع الحوت ما نسميها طاقه خلصانه، لا لا لا، اساسا هذا ناري وهذا مائي، لذلك الماء يعني يخمد النار، فهي المسيطره عاده بالكلام وان كانت مو بصوت عالي. فتشعر دائما، وهي هاي طبيعه الافلاك، الماء مع النار، شو يسوي؟ يطفي النار، تمام؟
الفترات الآن طبعا شوف خلي أقول لك قضية، هذه البنت تأخذ بمشورة سيدة كبيرة أو ربما صديقة كبيرة. لذلك هي سبب الخلافات أو سبب عدم التوافقات بسبب أنه تأخذ لأنها حكيمة تأخذ بآراء الخلافات. يعني هسه حاليا موجود خلاف بيني وبينها يعني تقريبا صار شهر ما طيب يعني ما أعرف بس ما أعرف شنو وضعها هي يعني حتى أنا ظليت محتار وياها. هسه يعني شنو رأيك؟ تسمع مني كلام؟ نعم اسمعني. الحمل الحمل اساسا نساء الحمل يعني ورجال الحمل الفترات اللي مضت كلها كانت مشاكل وكانت عدم توافقات وكانت انقطاعات كانت تقطع بالعلاقه. هسه الفتره القادمه اذا تسمع من عندي سوي سايلنت، خليك سايلنت ما تتحدث ولا تبعث اي مسج، ما راح ينفعك ابدا. تدري ليش؟ لانه هي مقابلات، هي مقابلات والان هي اللي تغلب مو انت. بس اذا تركت تقريبا 6 ايام من بعدها راح تنتظر، هي اللي راح تعاود الاتصال بك، راح يكون اتصال منها وراح يكون في طاقه مو اعتذار، هي ما تعتذر، نساء الحوت بالمطلق ما يعتذرون ولا حتى رجال الحوت. بس ايش راح تقول لك؟ ها نسيت هذا، ها ما، وراح تفتح حديث وانت دا تحاول تصلح الموضوع ممكن انه تنخرط وياها بموضوع او كلام. تمام؟ كلامك تمام. هذه السنه للنص الثاني من الحمل والحوت عدم توافق. ايش وقت تبدا التوافقات وتكون انت الغالب على 1/12 اللي يبحث عن هذه الطاقات طبعا من الحمل مع المائيه على 1/12 بدايه وقت توليفه جدا كبيره. هو نفسه بلوتو اللي كان في الدلو هو اللي عامل هذه التشكيلات وهذه المغالطات مع جميع الافلاك، فلذلك ان شاء الله على 1/12 تكون انت الشخص المسيطر. تمام ان شاء الله. بس يعني مقطوعات قد يعني قد ايش مقطوعه صار فتره هي، بس ما اعرف يعني حتى ظلت محتار يعني شلون ظلت. اي ابدا عليك. ولا يهمك. تدري ليش؟ استاذ اياد نعم خلي اقول لك قضيه. نعم اساسا وحتى للجميع كلنا نتمنى نقدم هذه النصيحه. يا اخوان ترى يعني المحبه، الاخوه، الصداقه، سميها ما شئت، هي مسائل إنسانية، مسائل إنسانية، يعني مو من الإنصاف أنا بيني وبينك علاقة وما يخلف يعني ما يفسد الخلاف بالود قضية أبداً، أنا أختلف معاك، شو وقت أتفق؟ شو وقت؟ تمام؟ زين، وين الحالة الإنسانية بالموضوع إذا أنا عشرة عمر معاك والعشرة ما تهون إلا والباقي يمكم؟ تمام؟ وبعدين أسكر الهاتف لحتى أخضعك وأعذبك بطريقتي بس حتى هذه حالة إنسانية؟ هاي مو وناسة. أنا أعتقد هذا عمل شنيع. الإنسانية حتى مع الحيوانات، الإنسانية حتى مع العصافير. يعني هسه أنت يا أستاذ أياد قاعد قلبه خطية يدق، والله شنو ما اتصلت بيك؟ ما أتصل، ما يتصل بي، ما يتواصل بي، ما يحل أي خلاف. إذا كنت رايدة تنهين انهي، وإذا كنت رايدة تنهي انهى، وإذا كنت رايدة تبدي نبدي. ماكو شيء اسمه تلعبك بالبيضة والحجر. شو معناها هاي؟ هاي مصالح، هذول أشخاص متسلقين، هذول أشخاص فايتين يعذبونك، هاي خليها للكل. تمام؟ ما أحب على مسائل الكهرباء العالية أصعد وأنزل أبدا، مو منطقي هذا الموضوع. عموما طاقة ترابية اليوم متابعينا الكرام، واليوم العذراء محلقة، وما ننسى الثور عنده مفاجآت وكان تعبان، وأيضا الجدي يذهب إلى انتقالات. تعبان ها فراس؟ تعبان لو لا سلامات. إذا متابعينا الكرام فقط معكم انتهت، لكن اللقاء يتجدد بكم كل يوم صباح في العودة مرة ثانية لزملائنا في الاستوديو.